فارس فارس خلاص بنت منيحة الحمد لله ما صار شيء فينا نروق شوي رح جن كيف عملت هيك أنا؟ ما رح سامح حالي ورح أقتله لطلال بلحظة شوي شو خاصه طلال؟ طلعت براسه هلأ؟ وإنت شو؟ ما كان لازم تطمن عليها كل شوي؟ أوكي سوريا معك حق أنا اللي غلطت كرمال هيك ما عملت له شيء وإنت مش كنت عم بتروقيني؟ هلأ رجعتي تلوميني؟ شو سوريا رجعتي تلوميني هلأ؟ شو عم تعملي؟ سوريا شو عم تعملي؟ عم بوثق هيدي اللحظة كتير مهمة هالصورة بدي حطها بالدايري وبدي فرح تشوفها بس تكبر بعرف شو هيكون مكتوب تحتها؟ بيك بس أول مرة بحياته ظهرك رجع مع بنت تانية أوكي بليز ما تعملي هيك بليز أعطيني سوريا ما تعملي هيك ليش لا؟ شو المشكلة؟ هاللحظة بدها تتوثق فارس لازم تتورخ هلأ وبلش تصير بتضحك ليش عم تضحكي سوريا؟ أنا رح جن وأنت عم تضحكي وعم تتسلي؟ أوكي إذا هيك إذا بتكفي هيك أنا رح أخذ الدفتر ورح حطه بالغسالة عم بتهددني كمان إيه حلو كتير موتني رعبي على بنتي وهلأ عم تتحديني؟ أوكي شو بدك؟ بتشيك على بياض؟ إيه؟ أوكي تفضلي إذا بدك انسى هذا الموضوع كلياً وفرح ما تعرفيه بحياتها يا ريت أنت وإخواتك بتكون تعزموا المترات على العرش شو؟ لا هيك باخد سكينة وبدبح حالي أهين كيف سوريا؟ كيف هيك؟ يعني إذا أنا مش مقتنع كيف بدي أنا إخواتي؟ أوكي لا سوريا بليز ما تعمل هيك بليز سوريا بليز أوكي طب فيني فكر؟ فكرت أو بصور بعد؟ يالله حضرتك أخدتي على خاطرك لما أنا ومعصبة قلت عنك أنت والست عايدة إنكم مجرمين وجاي هلأ عم تتحديني بدك تمحيني عن وجه الأرض إذا بفضحكم شو بتسمي هيدا الشيء؟ مش إجرام يا حلوة؟ مش هيك يا زكية أنا عم حاول قلك إنه مش من مصلحتك أبداً تقولي عنا إنه نحن مجرمين لأنه لو هيك كنا قتلناكي من زمان وخلصنا منك حاج قاعدين عم نصف عليكي كل هالسنين